في ظل انتشار الجيش والقوى الأمنية، بدأت إجراءات عودة دفعة جديدة من النازحين السوريين إلى بلدهم. منذ ساعات الصباح الأولى توافد السوريون المقيمون في شبعة وقرى العرقوب ورشي الوادي والبقاع الغربي إلى مبنى الثانوية الرسمية في شبعة بانتظار الحافلات التي ستقلهم إلى بلادهم، فيما تجمع آخرون عند نقطة المصنع الحدودية وتم نقلهم باتجاه الزبداني. اللواء عباس إبراهيم حضر إلى شبعة وأشرف على سير العملية، مؤكداً أن الأمن العام يسعى إلى تسهيل عودة جميع النازحين. في عدد من السوريين رجع على بلده باختياره، وكان في تنسيق مع الأمن العام اللبناني أنه يرجعوا على بلدهم، ونحن نتمنى لهم رجعة سعيدة على بلدهم مشان تنهض بلادهم وتتعمر. إن شاء الله الله يرجع كل أهل سوريا على سوريا، والله يكتر خير اللي ضب ببيته واللي ساعدونا. الحمد لله، واحد بيرجع على بلده مش مبسوط. شعوري غير شكل لأنه رجعان شوف أهلي وبيتي وأرضي. 30 حافلة كانت قد وصلت إلى شبعة وانطلقت إلى سوريا سالكة طريق شبعة رشي الوادي المصنع، ناقلة دفعة جديدة من اللاجئين إلى الداخل السوري، وذلك بعد تدقيق الأمن العام بأسمائهم.